في هذا الفيديو عندي هذه الوصفه الرائعه، جربوها راها كتجي رائعه وشهوه منها وما تندموش عليها. شوفوا الفيديو حتى الاخر وجربوا وصفتي، وصفه بدون فرن. السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي، ونورتوني وشرفتوني ونحن دائما خاوه خاوه عليكم كلكم. اليوم غادي نتقاسم معكم، غادي نجمع بيت نعاس ديال بنتي لان مشات المدرسه بالصباح وما قدرتش تجمعه وما بقاش ليها الوقت، وغادي نجمعه وغنمسح ليها المكتب وغنشطب وغنجفب وغنمسح ليها الخزانه ديال الكتوبه ديالها. ومن بعد غادي نمشيو للكوزينه غادي نحضروا واحد الحلوه ديال البسكوي اللي سهله واقتصاديه ورائعه ورقيه ولذيذه وفي تناول الجميع، ومن الفوق عليها لذيذه لذيذه لذيذه، تاكلي صبعانك عليها. ويلا نمشيو نشوفوا اشنو غادي تحضر معكم السعديه اليوم.
حلوة سريعة وسهلة اللي غادي نوجد معكم اليوم بدون فرن. عندي هنايا 250 غرام ديال البسكوي اللي كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون الداخل ديالو فيه الشوكولات، وعندي نص باكية ديال البسكوي أمارية، وعندي شويه ديال الحليب. غادي نخلط على حسب البسكوي، انتم غادي تشوفوني كيفاش غادي نحضرها. وغندير معلقه كبيره ديال العسل الحر، وعندي الكوك التزيين والكويغطات فاش غادي ندير الكويرات ديالي ديال الحلوى. وبسم الله على بركه الله، يلا نمشيو لطريقه التحضير. هنايا درت البسكوي أمريا، وغادي نزيد عليه البسكوي الاخر. هانتوما معايا هنا في هذا البلاستيك الغذائي، هذا البلاستيك ديال الكونجيلاتور بالقرعه ديال العسل او كاس او اللي كان عندكم، غادي تدقوا هكذا. المهم انا القرعه حدايا خدمت بها، معليش ما غيوقع عليا والو لان هذا العسل حر خاطر. وانتم غادي تاخذوا كاس وغادي تخدموا به. المهم انا مهما ما وجدتش الكاس وبديت كنسجل القرعه الثاني، غتدبوا بحال هكذا في البلاستيك هكذا باش يبقى لكم ما يوليش بحال الطحين، ما تحنوش في الطحانه. ودابا طحنت البسكوي ديالي، دقيته على هذا الشكل حتى ولا ليا هكذا طراف، وغادي نزيد عليه معلقه ديال العسل. هاي سديتها مزيان، شفتوا واخا كنت نخبط بها ما جرى ليها والو لان عسل حر، عسل ثقيل ماشي عسل جاري. غنزيد معلقه هكذا كبيره ديال العسل، وغادي نبقى نزيد شويه ديال الحليب غير بشويه معلقه بمعلقه، ونخلط حتى نشوف شحال من معلقه غادي تجمع ليا الخليط. تقدروا تجمعوه بالحليب نيسلي، حليب المحلى. انا اليوم هاد المره بغيت نجمعو هكذا لانه هو فيه الشوكولات وهو حلو، وزدت عليه انا العسل باش يعطي واحد المذاق دي ويعطيه واحد المذاق مختلف على اللي حنا كنديروه بالحليب المحلى نيسلي. غنبقى هكذا نجمع فيه، وانا عيني ميزاني ما غاديش نديرو جاري ولي ولي ليا عجينه، لا هانتوما معايا غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي تجمع ليا. انا ما نحبوش يكون عجينه، خاصو يتجمع ويبقى هكذا طراف باش ملي نكورو يبقى طريفات، ملي نديرو في الثلاجه يبرد يبقى زوين ولذيذ، ويبقى ملي تعضيه العضه يجي زوين هكذا. غنخلط غير بشويه، انا وجدت الكويطات ديالي هما غير شويه، ما نزيدش دابا الحليب الا كان كافي وعلقيتو تجمع ليا هكذا صافي، ما غاديش نبقى نزيد الحليب حتى يولي ليا كله عجينه، خاصو يبقى هكذا طريفات. ودابا غادي ندهن يديا بالزيت الزيتون غير بشويه بحال هكذا، وغادي باش ما يلصقش، وغادي نهز ندير الكويرات ديالي هكذا بحال هكذا. الكويرات كيجيو بحال هكذا فيهم طريفات، وغادي نحطهم في الكوك نزينهم بالكوك ونعمرهم في الكويغطات ديالي، ومن بعد غادي ندخلهم الثلاجة يبردوا باش يقساحوا هكذا، تيجيو زوينين وتيجيو رائعين وتيجيو لذادين. بغيتو ديريهم كبار ديروهم، بغيتو ديريهم صغار ديروهم هكذا. كل مرة ندهن بشويه ديال الزيت الزيتون غير هكذا باش ما تلصقش ليا في يديا، ونكور ونحط هكذا ونعمرهم بالكوك هكذا، ونعمر الكويطات ديالي. نزيد نكور معكم وحده، نزيد نقرب لكم هكذا، خصو يجي هكذا يجي فيه الفراتت، ما يجيش معجن. انا ما نحبوش يكون عجينه، ما كيعجبنيش الا كليتو عند الناس عجينه ما كيعجبنيش، خصو يكون هكذا فرتيت. وملي كيكون فيه داك المذاق ديال العسل الحر كيجي زوين وكيجي لذيذ. وقلت لكم انتم الا بغيتوا تغيروا لي وتخلطوا بالحليب المحلى اللي هو نيسلي خلطوا. دابا غادي نسالي هكذا تنكمل الكويرات ديالي ونرجعوا. انا ساليت هذه الحلوى بدون فرن اللي كتجي رائعه رائعه، وكتجي شهوه منها، وجربوها ما تنموش عليها، راه كتجي لذيذه يا خوتي، جربوها
وردوا عليا الاخبار. كتجي عليها كتجي لذيذه تبارك الله ما شاء الله. انا غادي نقدمها معكم قريبا قريبه لكم باش تشوفوها كيفاش دايره. هانتوما انا غادي نقربها لكم تشوفوها كيفاش كتجي. كتجي رقيه وكتجي زوينه وكتجي لذيذه، وجربوها وسهله وسريعه ورخيصه، رخيصه بزاف 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 بزاف. هي جربوها وما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة اخوتي. راهي لا جربتوا الوصفات ديالي والله ما تندموا عليهم، كما كنقول لكم دائما في فيديوهاتي راه كتجي زوينه 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 زوينه. هذه الحلوه هذه كتجي رائعه وشهوه منها ورخيصه، وكتحمر الوجه. غديروا في الثلاجه حتى تبرد، لان الكويرات خصهم يبردوا باش يتجمعوا مزيان. وعاده باش غتسربيوها كتجي زوينه كتجي لذيذه.